المعامل أصدرت موافقتها بمباركة السيد الشهرستاني. لحد الآن المعامل موجودة، هي تايهة بين وزارة بين أقسام الوزارة. أهم قسم هو قسم الموارد اللي موجود في وزارة في الدائرة الفنية، هو العدو الأول لجميع الصناعة النفطية بالعراق، ومستعد أقابلهم ومستعد أحكي وياهم ومستعد على كل الأمور. العدو الأول للصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص قسم الموارد، هو من حقه كموظف، هم دائما قسم الموارد، نعم، هو دائما تترأسه نساء، كانت قبل الآنسة انتصار. أول متزوجة الآنسة انتصار مفتي، حاليا موجودة ست أحلام، تحياتي لها من هذا المنبر على هذا السعر وأشكرها جدا، لأن هي المقترح مالها أكيد أنه هذا الموضوع. فأخي العزيز، هاي الدائرة هي تريد تنمي موارد وزارة النفط من القطاع من 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 داخل البيع المنتجات النفطية، وعدها هي وحدات في قياسات. هذا الموضوع ما يتم إذا ما هي وزارة النفط خد تسأل بقية الأقسام الفنية. احنا هسه منتجين وزارة النفط، ألو السلام عليكم، احنا لجنة جايينكم من بغداد، رجاء بعد ساعتين تكون بالمعمل. زين، هو المعمل طافي صار له 50 يوم، معمل متوقف تعجيب عدادات. يا بنت يا معود بالغينة، تجيك فد لجنة، اللجان اللي تجيك لا لون لا طعم لا رائحة، هذا المبادل شنو، هذا ما عندهم أي أمور فنية. يا أخي أنت سوي لجنة فنية، سوي قسم خاص للصناعة الوطنية العراقية الإسمنتية. أخي، بديهيات الصناعات الوطنية، كل صناعة وطنية تربح 3 إلى 5 أضعاف العراق، ليش ما يبي؟ يا اخوان، هذا هو يحل جميع الاختناقات الماليه في البلد. يا اخوان، الله يخليكم سيد الرئيس الوزراء، ربي يحفظك ويخليك. يا اخوان الاعزاء المسؤولين على هذه القرارات، يا اخوان الله يخليكم، الله يخليكم، انتبهوا للصناعه الوطنيه اللي داخل البلد والقطاع الخاص بالصناعات التحويليه. يا اخي، نتحاسب هسه انا وياكم على الهواء، تدعوننا شو نتحاسب لكم، كل البرميل ب 52 دينار مو هالشكل عيني خزيز، ب 52 دولار من تحول لصناعه وطنيه يصير ب 360,000 دينار عراقي. كم دولار يصير؟ هاي حساباتنا اخي، واحد يحسبها. انت الصناعات التحويليه انت لازم تهتم بها حتى هي تنمي مواردك. اخي العزيز، انت تعطيني بالسعر بس قسمنا، قول يابا ترى هذا السعر ممنوع تصدره، وهذا السعر انت لازم تبيعه داخل العراق، واللي يصدر حتى يجيب يفتح اعتمادات بداخل للعراق. يا اخي، فتحلول كلش بسيطه موجوده، ما يحتاج لها يعني اي واحد، لا خبير اقتصادي ولا خبير فني. ان الامور اللي بها الصناعات التحويليه هي صناعات تدعم القطاع الخاص. بس بدي اعرف القرارات مدروسه ام غير مدروسه استاذ ماجد؟ لا ولا نهائيا، من انتفاعي لاشخاص معينين. انا تتذكر اسالت اخي، تتذكر انا من يوم استلم السيد وزير النفط قلت له ان شاء الله انت على ايدك تدعم القطاع الخاص، لحد الان ما كنا نتوقع هذا الشيء من السيد حسان، لكن ما اعرف مع قطاع النفط اللي صار كله عكس. استاذ حازم.